مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حوار المساء. نحن نسعى إلى إحلال اتفاق بين الفرقاء الليبيين وبسرعة كبيرة، وسيكون هناك قرارا أمميا يرافق مسيرة الاستقرار في البلاد. أما اتخاذ القرار بشأن حكومة الوفاق الوطني يعود إلى الأطراف الليبية، هكذا صرح وزير خارجية إيطاليا جنتيلوني في إعلانه على مؤتمر روما حول الشأن الليبي الذي سيعقد في هذه الأيام. ما الدوافع الحقيقية لهذا المؤتمر، وما فرص نجاح مثل هذا المؤتمر؟ سيكون لقاء تقليدي أم لا؟ هذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم من حوار المساء. يسعدني استضاف هنا معي في الاستوديو السيد مسعود البغدادي، وهو عضو بالمؤتمر الوطني العام وأيضا عضو باللجنة السياسية بالمؤتمر. مرحبا سيد مسعود. ومعنا عن طريق سكايب الأستاذ محمد فؤاد، وهو محلل سياسي. مرحبا دكتور محمد. مرحبا. وسينضم إلينا الأستاذ إلياس الباروني، وهو أستاذ علاقات دولية بعد قليل أيضا. وقبل أن نشرع في التفاصيل نذهب إلى هذا التقرير، من بعده نواصل، فتابعونا. يرى مراقبون أن مبعث الجدل في ليبيا والخلاف الدائر حول مخرجات الحوار إنما يعود في أبرز أسبابه إلى أسلوب المبعوث السابق برناردينو ليون، فقد ظهر جليا أن ليون ارتبك في تعاطيه مع الأطراف المتنازعة، وانعكس ارتباكه في صياغات المسودات بحيث يفاجأ الأطراف في كل جولة بمسودة تختلف اختلافا جذريا عما تم الاتفاق عليه. وجاء كوبلر وبدأ من حيث انتهى سلفه فيما يتعلق بمسودة الاتفاق ومقترح الحكومة. ربما لتدارك هذا الأداء المرتبك للبعثة، أعلنت إيطاليا الأربعاء الماضي عن نيتها في عقد مؤتمر دولي حول ليبيا في 13 من ديسمبر الجاري في روما، حيث قال وزير خارجيتها باولو جنتيلوني إن هذا اللقاء سيكون في الشكل مماثلا من حيث العدد ومزيج اللاعبين الدوليين الرئيسيين مماثلا لمؤتمر فيينا حول سوريا، مشددا في الوقت ذاته على أن السلام في ليبيا يجب أن يكون نتيجة لإرادة الأطراف الليبية، وبوسع المجتمع الدولي أن يعطي دفعة حاسمة للمرحلة التفاوضية حول مستقبل البلاد. يذكر أن مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى ليبيا مارتن كوبلر قال في وقت سابق إن الأطراف المتقاتلة في ليبيا قريبة جدا من التوصل لاتفاق طال انتظاره لتشكيل حكومة وحدة وطنية. يأتي هذا في وقت أعلنت فيه الأطراف الليبية المتنازعة في مؤتمر صحفي بتونس توصلها إلى اتفاق مبدئي لإنهاء النزاع القائم بينها بعد مفاوضات سرية جرت مؤخرا بتونس العاصمة. وأفرزت هذه المفاوضات التي جمعت ممثلين عن مجلس النواب المنحل وآخرين عن المؤتمر الوطني العام إعلان مبادئ اتفاق وطني لحل الأزمة الليبية. وبين الجهود الإقليمية والدولية من جهة والجهود المحلية من جهة أخرى، يتساءل كثيرون في أي سياق سيأتي مؤتمر روما، وهل سيكون لقاء تشاوريا تقليديا أم سيشهد تغيرا في مسار تعاطي المجتمع الدولي مع الأزمة الليبية؟ مرحبا مشاهدينا الأعزاء مجددا. بداية هذا الحوار نبدأه مع السيد مسعود، وهو عضو باللجنة السياسية بالمؤتمر الوطني العام. سيد مسعود، الآن نرتقب مؤتمر سيعقد في روما، وهذا المؤتمر بخصوص يعني الشأن الليبي. ابتداء، لماذا هذا المؤتمر برأيك في هذا الوقت، وما الجديد المتوقع من هذا المؤتمر؟
أولا الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحييك أخي الكريم وأحيي قناة التناصح على هذه الاستضافة وأحيي مشاهديك الكرام. أخي الكريم، لا يخفى عن الجميع ما يجري في ليبيا الآن من تجاذبات ومن صراعات. حقيقة هناك من يريد الخير لليبيا وهناك من لا يريد الخير لليبيا، واتضح هذا جليا في كثير من الأحيان، ولعل التسريبات الأخيرة التي كانت من الجارديان والنيويورك تايمز وغيرها من التسريبات الأخرى التي بيّنت بأن المبعوث الأممي السابق كان للأسف الشديد جزء من مؤامرة على هذا الشعب العظيم، لا يريد لثورة 17 فبراير أن تنجح، لا يريد للليبيين أن ينجحوا، بل يراد السيطرة على هذا الشعب والسيطرة على ثرواته وإعادته لحاضنة الدكتاتورية من جديد. وهذا ما حقيقة تبين، والحمد لله، واتضحت الصورة للجميع. نعم، نحن قبل أسبوعين أو ثلاث أسابيع كانت الظروف مغايرة تماما. نعم. كان هناك من كاد أن يقتنع بأن ليون فعلا يريد حل ليبيا، ونحن لا نشكك في الأمم المتحدة. نحن دائما حقيقة، ونحن الشعب الليبي خصوصا، دائما يرى الأمم المتحدة ممن يدعم هذا الشعب، لأنه نذكر في 51 ماذا حدث في 49 وال51، حيث الأمم المتحدة هي من دعمتنا بعد فضل الله سبحانه وتعالى وجهود مجاهدينا، هي التي دعمتنا في أن نحصل على استقلالنا، ونحن نحفظ هذا الجميل للأمم المتحدة دائما. ولكن اليوم الأمور مغايرة، الظروف تغيرت، هناك من يتآمر على الشعب الليبي، واتضح هذا الأمر جليا. فمؤتمر روما، نعم، جهود أدريان في هذه الفترة التي ذكرتها كانت معروفة في إرساء يعني الأمن في ليبيا، وأيضا إيجاد دولة حقيقية مستقلة في ليبيا. ولكن أنت هنا ذكرت لربما بأن هناك من كاد يقتنع بجهود المبعوث أو الوسيط الأممي السابق، ولكن لربما الآن هناك من لم يعني يوافقك في هذه الرؤية. هناك فعلا من إلى الآن مقتنع بهذه الجهود ويشكك في جميع التسريبات التي خرجت، ويسير في المسار الأممي في للخروج من الأزمة عموما. كيف تعلق على هذا؟ هو بالتأكيد تظل هناك المدارك تختلف والأفهام تختلف ومنابع الفهم كذلك تختلف عند الناس، وهنا تختلف النتائج وتختلف التقييمات. فأنا أعتقد أنك يعني أنا شخصيا يعني هذه وجهة نظري في الليبيين جميعا، أعتقد كل الليبيين يحبوا ليبيا ويريدوا الخير لليبيا، ولكن هي اجتهادات تختلف الاجتهادات. نعم، الاجتهادات. طيب، لعلنا اليوم لا نتكلم عن مسار الحوار عموما، ولكن نتكلم عن مؤتمر روما المرتقب. كنت سألتك في بداية الحوار ولم تجبني، هذا المؤتمر ماذا يشكل وما الجديد الذي سيأتي به مثل هذا المؤتمر؟ هو نحن في ليبيا للأسف الشديد الظروف اللي نحن مر بها الآن كالغريق، نحن نريد أن نتمسك بأي قشة حتى مؤتمر روما هذا، بالرغم أن نحن نرى الكثير من يدعم هذا المؤتمر من لا يريدون خير بليبيا، ولكن مع هذا كله نحن سندعم المجتمع الدولي، سنقف مع المجتمع الدولي، وسنطالب المجتمع الدولي أن يكون صادق ومخلص مع هذا الشعب، وأن لا تتجدد المؤامرة، ولا يكون ضحية للمؤامرات. لا نقول الأمم المتحدة هي من يقوم بالمؤامرات، إنما هي هناك دول وأفصحت عن هذا بكل وضوح هي من تقوم بها، ونريدهم أن يكونوا حذرين حقيقة. ترى سياسة المصالح هي التي تشتغل يعني. هو بالتأكيد، هو العالم كله مصالح، نحن نعترف بهذا. نقف عند هذه النقطة، سياسة المصالح والدول المنتفعة من وراء تأجيج الصراع الليبي إن صح التعبير. وأنتقل إلى السيد الدكتور محمد فؤاد، محلل سياسي معنا من روما. مرحبا دكتور محمد. ابتداء دكتور محمد، تكلمنا اليوم عن المؤتمر يعني المرتقب الذي سيعقد في روما بخصوص الشأن الليبي. أنت كمتابع للشأن الليبي وأيضا مقيم في روما، ابتداء الصحف الإيطالية ووسائل الإعلام الإيطالية، كيف تستقبل مثل هذا الحدث؟ ضعنا في الأجواء عموما. السلام عليكم، تحية لك ولضيفك الكريم. عليكم السلام. في الحقيقة هناك اهتمام كبير في الصحافة الإيطالية منذ مدة بليبيا، يعني منذ حوالي شهر يوميا على الأقل تكثر الصحف الإيطالية عن ليبيا وعن السيناريوهات المتوقعة للأحداث في ليبيا، خصوصا بعد أحداث باريس. هناك تخوف طبعا في الرأي العام الإيطالي من حدوث عمليات مشابهة لعملية باريس، وطبعا دائما ما تتهم داعش، وبالنسبة لهم داعش مقيمة في سرت أي على حدودهم الجنوبية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى،
الإيطاليون ينظرون إلى ليبيا على أساس أنها فنائهم الخلفية وأنهم أقرب الدول الأوروبية إلى ليبيا، وأن المصالح الاقتصادية في ليبيا بالنسبة لإيطاليا كبيرة جدا. نعلم جيدا أن إيطاليا كانت هي الشريك الاقتصادي الأول لليبيا، فلذلك الاهتمام يعني مزدوج، اهتمام من الناحية الأمنية واهتمام من الناحية الاقتصادية. أضف إلى ذلك طبعا مشكلة المهاجرين التي خفتت قليلا هذه الأيام، لا يتكلمون عنها كثيرا لأن هناك مواضيع أهم منها. نعم. طيب سيد فؤاد، هناك من يقول، البعض يعني يقولون بأن إيطاليا تريد خلال هذا المؤتمر المرتقب يعني عقده في روما أن تتجاوز مسار ليون وكوبلر والحوار الليبي وإيجاد بديل آخر، هل هذا الطرح صحيح برأيك؟ لا، هو مش صحيح، يعني صحيح إلى حد ما فقط. هو في الحقيقة يعني رئيس الوزراء الإيطالي رينزي صرح يعني أن كما هناك مؤتمر في فيينا لحل المشكلة السورية، هناك مؤتمر سيكون مشابه تماما لحل الأزمة الليبية سيكون في روما، هو يريد أن يثبت لأوروبا أن إيطاليا قادرة أيضا على حل المشاكل. ولكن في الحقيقة طبعا هناك دعم الاتفاق ليون كوبلر، على الأقل الاتفاق السياسي، هناك اتفاق في مع الإيطاليين نفسهم، يعني ينظرون أن هذا الاتفاق يمكنه الخروج من ليبيا من أزمتها وبتشكيل الحكومة. أعتقد أن هذا المؤتمر سيحاول فرض هذه الرؤية على جميع الأطراف. طيب عموما أوجه يعني فرص النجاح لمثل هذا المؤتمر، وهل الأهداف أهداف حقيقية لمعالجة الأزمة الليبية؟ هل إيطاليا تظن بأنها متضررة من وراء هذه الأزمة وتسعى فعلا لإيجاد حل، أو هي يعني هناك بعض الأجندات الأخرى المتعلقة بالجانب الإيطالي، ماذا برأيك؟ هو طبعا أول شيء السياسة هي فن المصالح، نحن نعلم جيدا أن السياسة هي عبارة عن مصالح، ليست هناك صداقات دائمة ولكن هناك مصالح دائمة. بالنسبة لإيطاليا طبعا تعتبر نفسها وهذه حقيقة يعني هي المتضرر الأول من الأحداث في ليبيا، الأسباب التي ذكرتها سابقا، الموضوع الاقتصادي، الموضوع الأمني، وموضوع المهاجرين. وترى أن الأزمة الليبية هي خطورة استراتيجية، هو خطر استراتيجي على إيطاليا، ولذلك هي فعلا تسعى إلى إيجاد حل في ليبيا، حل حقيقي بالنسبة لهم طبعا من وجهة نظرهم هم. يشاركها في هذا كما قلنا كثيرا بعض الدول التي متضررة أمنيا مثل الجزائر وإلى حد ما المغرب وتونس، هذه الدول هي أكثر حرصا على إيجاد حل في ليبيا. إيطاليا فعلا كما نعلم سياسيا هي ضعيفة، هي تحاول استعانة بالولايات المتحدة الأمريكية. نعم. لإيجاد هذا الحل للضغط على باقي الأطراف. نعم، لدي مجموعة من التصريحات للجانب الإيطالي ولدول أوروبا عموما سيد فؤاد، نريد التعليق عليها، ولكن أستأذنك والسيد مسعود معي هنا في الاستوديو إلى فاصل قصير، من بعده نواصل الحديث عن مؤتمر روما، فتابعونا. اليوم بعد ما تكم الأمور في مصر باش يحل المشكلة في ليبيا، فرحنا وقلنا إن شاء الله رب يعاونه، بس خوتنا في مصر قالونا ردوا بالكم منه، قلنا يلا بلاش من نظرية المؤامرة وخلي يتوكل على الله، والأمم المتحدة ما تبي بينا للخير. اضطربوا قنبولة في طرابلس، يطلع بيان استنكر يدمروا حي في بنغازي على فكرة أبيه، تطلع الطابعة بتاع الأمم المتحدة ما تخدمش. ابدأ ليون في ماراثون الحوار ماشي جاي ماشي جاي على الصخيرات لين كندر تدابت، أخوتك الليبيين اسمع وشي تذكرة وتعالى الحصيل، وباش ما نطولش عليكم، ليون حصل خدمة مليحة بألف باوند في اليوم، يعني جلوة الخمسة آلاف دينار مش هلبة فيه، حتى هي في الإمارات اللي ضربت صغارنا وحبسة تريسنا وتبي تحقق السلام في بلادنا. لكن مرة تانية ليون رجل كويس وصادق ونزيه، واللي وراه ما يبوش يفرقوا ما بين الليبيين بكل.
مرحبا بكم مجددا. نعود للسيد مسعود عضو اللجنة السياسية بالمؤتمر الوطني العام. سيد مسعود، اليوم نتكلم عن مؤتمر روما، أنتم كمؤتمر وطني هل وجهت لكم دعوة لحضور مثل هذا المؤتمر أم لا؟ للأسف الشديد هذا لم يحدث، ونحن نستغرب هذا جدا. إيطاليا تعرف أن مصالحها في ليبيا وتعرف أن مصالحها في المنطقة الغربية، وللأسف الشديد لم تصل إلى حد الآن حسب علمي، يعني حسب علمي لم تصل أي دعوة إلى حد الآن. هل لديكم يعني علم بالحضور؟ من الذين وجهت لهم الدعوات؟ هل هناك دعوات للبرلمان المنحل للمؤتمر؟ قلت لا يوجد، لا يوجد لديكم علم بهذا. لا أعلم، يقال أن 40 دولة وشيء من هذا القبيل، ونحن نستغرب حقيقة، يعني لماذا هذا الأمر؟ لماذا هذا التجاهل؟ يعني ألا تريدون حل توافقي؟ ألا تريدون حل يخدم مصالحنا ومصالح شعبنا ومصالحكم ومصالح شعوبكم؟ فإذا لماذا لا يدعى المؤتمر الوطني لحضور هذا اللقاء؟ هذه علامات استفهام كبيرة جدا. لعلنا هنا، أنت عضو باللجنة السياسية بالمؤتمر الوطني العام، نعم. بالنسبة للجنة السياسية، كيف تعمل هذه اللجنة وتستقبل مثل هذه الأحداث والمؤتمرات الدولية؟ لربما هناك البعض يعني يرجع الخطأ والتقصير والضعف على هذه اللجنة، كيف تعملون عموما؟ في اللجنة يعني هم إذا أرادوا أن يوجهوا دعوة لن يوجهها للجنة السياسية، يوجهها للمؤتمر الوطني. والمؤتمر الوطني يتواصلون كلجنة سياسية مع الأطراف الخارجية؟ أنا أتواصل عن طريق وزارة الخارجية. للأسف الشديد في الفترة الماضية كان في ضعف نوعا ما، في وذلك لسبب عدم الاعتراف، وأنتم تعرفوا الظروف المادية وغيرها، ولكن الآن والحمد لله فيه تواصل قوي جدا. الآن اليوم رأينا لربما علي بوزعكوك وزير الخارجية الجديد، هل تعتقد سيكون هناك تحسن في التواصل الدولي والأممي مع ليبيا؟ بالتأكيد. دكتور علي بوزعكوك له باعه الطويل في العلاقات، ونتوقع منه الكثير يعني، ونحن في انتظار البدء. ولكن نحن في اللجنة السياسية نجلس في جلسات، نعم، ونتحاور ونأتي بهذه النقاط مثل هذا اللقاء. طيب، وغيره تم نقاشه اليوم وقريبا سيكون فيه هناك. أنتم كلجنة سياسية هل يتعلق الأمر بالشأن الداخلي فقط، أو هناك لجنة سياسية أخرى تتعلق بالشأن الخارجي؟ لا، اللجنة السياسية نفسها هي تتعامل مع الخارج ومع الداخل. نعم، إذن سيتعامل معكم مباشرة السيد بوزعكوك بالخصوص، يعني خصوص. بالتأكيد، عن طريق رئيس الوزراء، هو طبعا يتبع رئيس الوزراء، لكن ثم يتبع عن طريق لجنة. مثل هذه المؤتمرات، سألتك مثل هذا المؤتمر الذي سيعقد في روما، كلجنة سياسية عموما كيف تستقبلون مثل هذه المؤتمرات؟ كيف تتعاطون حتى وإن لم توجه لكم الدعوات؟ له بالتأكيد، نحن سنتعامل مع الأحداث اللي تجري الآن. تعاملنا في السابق ورأيتم، خرجنا ببيانات وخرجنا بمؤتمرات صحفية، وأوضحنا في بعض الأوقات الحرجة الذي كان يجب على اللجنة السياسية، رغم أن كان هناك بعض الأعضاء فقط وهم خرجوا، ولكن الحمد لله أدت الغرض. وكذلك في الأيام المقبلة القادمة سيكون هناك نشاط، وفي الأيام الماضية كان كذلك نشاطات. لكن طيب، لدي مجموعة من التساؤلات عن اللجنة السياسية سأعود إليك، ولكن أيضا نشرك معنا السيد فؤاد. دكتور فؤاد، هل تتوقع مثل هذا المؤتمر الذي سيعقد في روما سيوجه دعوات سواء للمؤتمر؟ الآن السيد مسعود قال لم توجه أي دعوة يعني شخصية للمؤتمر حتى الآن، لربما هل تتوقع سوف توجه دعوات للمؤتمر وإلى البرلمان المنحل وباقي أطراف الصراع، ومن سيكون الحاضر برأيك؟ هو طبعا بغير دعوة المؤتمر والبرلمان يعني إنه نحن لم نفعل شيئا يعني. أصلا الطرفان هما حتى إيطاليا نفسها وكل العالم يعني معترف أن هناك طرفين في ليبيا هما الطرفين الأساسيين الذي يجب التحاور معهما، المؤتمر والبرلمان. لا أفهم يعني مؤتمر بدون حضور المؤتمر والبرلمان ماذا يمكنه أن يقدم إلى ليبيا، لأن الاتفاق كما قالها الإيطاليون أنفسهم يعني يجب أن يوافق عليه المؤتمر ويجب أن يوافق عليه البرلمان. نعم، واصل فكرة. نعم، في حالة عدم حضورهما يعني أنه الاتفاق هو فقط تنسيق، عملية تنسيق سياسية بين الدول الكبرى لا أكثر ولا أقل، وهذا طبعا لن معنى هذا أن نتقدم خطوة واحدة للأمام. طيب سيد فؤاد، إن وجهت دعوات حقيقية للمؤتمر وللبرلمان المنحل برأيك، هل سوف تسير إيطاليا إلى الخطة باء التي حذر منها ليون الإمارات؟ هو
هو في الحقيقة باش نكون واضحين يعني الإيطاليين يدعمون الاتفاق ويقولون هذا في صحافتهم طبعا. نعم. يعني تصريحات صحافية ولكنها مطلعة أنهم يقبل الحكومة المجلس الرئاسي سيكون فيه بعض التغيير، ستدخل أسماء وتخرج أسماء يعني ممكن النقاش فيها، وأن الاتفاق في مجمله يعني المفروض أنه يطبق. لا أدري هل سيفتحون باب النقاش في الاتفاق أم لا، هذا ما يقوله الإيطاليين. طبعا في هذه الحالة أعتقد أنها خطوة إلى الأمام يعني، لأن لا توجد حلول منطقية. هناك شيء مهم يعني أريد أن أقوله، ربما أنت ما سألتنيش فيه. في الحقيقة لا أريد للمؤتمر خصوصا أن يظهر بمظهر الرافض للسلام، لأن البرلمان حسم أمره ورفض أي اتفاق للسلام. يعني من يقرأ مبادرة فزان ومن يقرأ البيان الذي خرج اليوم مجلس النواب أو يستمع لمحمد شعيب قبل قليل كان يتحدث على أحد الفضائيات، من الواضح جدا أن البرلمان لا يقبل بهذا الاتفاق. يعني هم يصرون على البقاء على إبقاء حفتر وأن الجيش الشرعي هو جيش حفتر وكل هذا الكلام، هذا يدل على أنهم لا يقبلون بالاتفاق تماما، علما بأن الصحافة الإيطالية تتكلم على أن المشكل الأكبر في ليبيا هو حفتر والداعمين له، وهم يخصصون بكلمة الداعمين له. طيب سنأتي دكتور فؤاد سنأتي إلى موضوع حفتر وعرقلة الحوار عموما، ولكن برأيك السياسة الإيطالية وأنت لربما قريب من الشأن الإيطالي، السياسة الإيطالية عموما هل يعني كما أسلفت بأن المصالح الإيطالية متواجدة في ليبيا ولربما تسعى إلى نوع من الاستقرار، طيب إن يعني اختلفت يعني المصالح الإيطالية مع الثورة الليبية، يعني لو كان تحققت المصالح الإيطالية لربما هناك من يقول سوف تنجح هذه الثورة، عموما هناك معادلة معقدة، إيطاليا هل تسعى لمصالحها إيجاد هذه المصالح أو إفشال الثورة، ماذا برأيك؟ حل لنا هذه المعقدة. هذا السؤال يعرض دائما يعني في الغرب يعني وفي الشرق يعني في مناطقنا نفسها، أيهما أولى، الاستقرار أم الديمقراطية، الأمن أم الديمقراطية؟ السؤال هذا موجود دائما. كثير من الدول الغربية تفضل وجود دكتاتور، الدول العربية يمكن التفاهم معه بسهولة وبطريقة مباشرة، يفضلون هذا على وجود ديمقراطية حقيقية، برلمانات وشيء من هذا القبيل، هذه حقيقة يعني. ولكن هم يعلمون الآن أن وجود دكتاتور هذا يعني غير ممكن، محاولة بعض الدول دعم حفتر فشلت ذريعا. يعلمون جيدا أين توجد القوة العسكرية الحقيقية في ليبيا، ولذلك الآن على الأقل في هذه المرحلة مصلحة إيطاليا مع إيجاد حل يخدم الطرفين، يعني هم لا يعارضون وجود ديمقراطية في ليبيا، نتحدث فقط هنا عن إيطاليا، لا يتكلمون عن وجود ديمقراطية في ليبيا، ولكن طبعا يرفضون المتشددين الإسلاميين بين قوسين بتعريفهم هم يعني. طيب عن إيجاد ديمقراطية، مناخ سليم، إيجاد استقرار، الوضع الأمني، سأعود إليك، أتوقف عند هذه النقطة لكن أعود إلى السيد مسعود. سيد مسعود، مثل هذا المؤتمر الذي سوف يعني يعقد في روما، يعني هل تتوقع بأن المسار الأمني سيكون من أولويات هذا المؤتمر، وخصوصا بأن الآن المستشار الأمني هو الجنرال باولو سيرا وهو إيطالي كما نعرف الآن المكلف بالملف الأمني بليبيا؟ أنا قبل هذا كله دعني أريد أن أقول كلمة حقيقة لا بد يفهمها الأوروبيون ويفهمها العالم جميعا. نعم. الشعوب العربية ذاقت طعم الحرية ولن تتنازل عن هذه الحرية، الشعوب العربية والربيع العربي بإذن الله سينجح، أنا أقولها وبكل وضوح سينجح هذا الربيع، ولا بد من أن الشعوب تكتسب حريتها ولن نتنازل، لا يمكن، الذين قضوا والذين استشهدوا نحن لسنا أفضل منهم، سنستشهد نحن ويستشهد بعدنا، ولكن عليهم أن يفهموا إذا أرادوا أن يتعايشوا معنا وأن يستفيدوا مما لدينا من بترول وما لدينا من خيرات، عليهم أن يحترموا هذه الشعوب ويعطوها حريتها. أما يعني ينصبوا دكتاتور، أنا أقولها لكم وأقولها وقلتها فيما مضى وأقول هذا لن يحدث. هذا لن يحدث، عليكم أن تقتلوا 90% من الشعوب العربية، بعدها قد تنصب دكتاتور، وهذا لن يحدث. لعل هذا الطرح على هامش حوارنا اليوم، لكن أعقب عليك هنا، من يعارض هذا الطرح عموما يقول لك صراحة
بأن الشعوب العربية بعد خلق هذه الأزمات ملت من الثورات عموما ومن الربيع العربي، يعني يجلب لهم أي دكتاتور المهم يرسي الاستقرار في بلدانهم، كيف تعلق؟ هذا غير صحيح. هذا غير صحيح. أين هي الدلائل؟ بل أنا أقول لك عكس ذلك، ما حدث في مصر، في مصر أتوا بدكتاتور وأرادوا أن بطريقة أخرى أن يفرضوا على الشعوب، ولكن هذه الشعوب رفضته. إلى يومنا هذا في مصر الناس تخرج في مظاهرات، إلى يومنا هذا قتلوا الكثير وقد يقتلون الكثير، ولكن هذا لن يحدث. الأمور تغيرت، الظروف تغيرت، كل الأمور تغيرت. لا يمكن أن تستطيع أن تخلق دكتاتور الآن، لا يمكن بهذه المعطيات اللي موجودة الآن. فعلى كل حال أنا فقط نقطة حبيت. طيب هذا على هامش اللقاء. طيب بما أنك ذكرت مصر وجررتنا إلى الجانب المصري ويدخل في صلب موضوعنا لليوم، نتكلم عن يعني الدول المحيطة بليبيا، مصر، الجزائر، هناك خلاف لربما كبير على الشأن الليبي. أنتم كلجنة سياسية كيف تقيمون الآن الدور سواء المصري الجزائري في إرساء السلام والاستقرار في ليبيا؟ أما بالنسبة للجزائر، نحن نعتقد أن الجزائر موقفها موقف ممتاز حقيقة، داعم للشعب الليبي، ونحن نحيي ونقدر هذا، وكذلك الشقيقة تونس، نقصد دول الجوار يعني. وأما بالنسبة لمصر، حدث تغير في الفترة الأخيرة لسبب أو لآخر، ونحن نقدر ونحيي هذا التغير، أنهم مصرون على الأقل إعلاميا مصرون على التغيير السياسي، أن يعني يكون هناك حل سياسي في ليبيا، هذا شيء طيب، ونعتقد هذا هو الواقع. طيب. أنت لن تستطيع، وقائع أمام الجميع، لن تستطيع أن تفرض شيء بالقوة بعد الآن، لأن الناس أصبحت لا تخشى الموت، وهذا هو الشيء الوحيد اللي يخوف به الناس، هو الموت. الناس بعد لا تخشى الموت، مستعدة أن تموت في سبيل حريتها. الشعب الليبي أثبت هذا من أول يوم بداية ثورة 17 فبراير، خرج الليبيون بصدور عارية أمام 14.5 وأمام الرشاشات، ولعل معركة كتيبة الفضيل وغيرها مشهورة للجميع. يعني ولا أريد أن أخوض في هذا، لا بس هذه حقيقة، إلى متى الأزمات وإلى متى الموت؟ سوف نناقش. أنا حتى نقطة أخرى أريد أن أقولها حقيقة، أنا أريد أن أقول إيطاليا وغير إيطاليا، طبقوا قرارات مجلس الأمن. هذا قرار 21/74 يقول الحوار بقيادة ليبية. كيف هو يقول هكذا بقيادة ليبية وأنت تريد أن تأتي وتفرض علي؟ يقول بقيادة ليبية. نعم بقيادة ليبية وتشرف عليه الأمم المتحدة. نعم نعم نعم, نعم. ولكن هذا طيب لم يحدث. طيب سوف نناقش هذا، فقط أعود للدكتور فؤاد. دكتور فؤاد، المثلث الذي تكلمنا عليه، إيطاليا، مصر، وأيضا الجزائر، برأيك بعد الخلافات المعروفة والظاهرة للعيان، هذه الخلافات بين الثلاث دول، هل سيكون على وفق هذه الخلافات والخلافات موجودة بين الدول في التعاطي مع الشأن الليبي، هل سيكون هناك خروج من الأزمة الليبية بالنسبة لهذه الدول؟ هل ستسعى إلى الخروج من هذه الأزمة عموما؟ طبعا يجب أن يفهم المشاهدون، طبعا الخلاف هو في الحقيقة بين مصر من جهة وإيطاليا والجزائر من جهة، لأن إيطاليا والجزائر متفقين تقريبا على أكثر من 90% من نظرتهم للحل في ليبيا. يعني تقول بأن الجزائر أقرب لإيطاليا؟ إيه، هو حاولت حتى الخارجية الإيطالية تقريب وجهات النظر بين مصر والجزائر، ولكن كما يبدو أنها فشلت، يعني لأن مصر الصحافة الإيطالية، أنا أتحدث الآن بما أني مطلع على الصحافة الإيطالية، الصحافة الإيطالية يوم أمس فقط قالت ان مصر ترفض الاتفاق، اتفاق الصخيرات اتحدث وليس اتفاق تونس، ترفض اتفاق الصخيرات وتطالب اولا باخراج الميليشيات والاسلاميين من طرابلس، ثم تكوين حكومه توافق وطني، لا ادري اي توافق وطني سيكون بعد ذلك. يعني هذا ما يقوله، واليوم يتحدثون عن حفتر، لان الايطاليين يرون ان حفتر هو عقبه في طريق السلام. نعم، ولكن الدعم المصري هو من يبقيه حياً. فهذا هو الخلاف. طيب بالنسبة للمستشار الأمني باولو سيرا، هذا المكلف بالملف الأمني من قبل الأمم المتحدة، نريد أن نتكلم عليه يعني عموما، ولكن أستأذنك سيد فؤاد إلى فاصل، من بعده نواصل، فابقوا معنا.
وبالتالي أريد أن أقول هنا أن النص المسودة الرابعة لم يكن نصا نهائيا حتى نستطيع أن نتكلم عليه الآن، لأنه لم يكن لدينا الملاحق جاهزة وكثير من الأجزاء الأخرى من الاتفاقية لم تكن جاهزة، وبالتالي نص المسودة الرابعة في شهر 7 الماضي لم يكن نهائيا. الاتفاق واضح، ليس هناك تعديلات في النص، لن تكون هناك تعديلات. بعض هذه القضايا if both sides agree لو يتفق عليها الطرفان representatives and the congress مجلس النواب وايضا المؤتمر الوطني في طرابلس proposal will also amend the text اذا تم التوافق بينهم very, سوف يتم تعديل بعض النقاط وبعض النصوص ليس في كلها very concrete points لكن سيحدث هذا لأربعة أو خمسة من الفقرات الرئيسية. فليس هناك من جهة قوية بما فيه الكفاية كي تتغلب على الجهة الأخرى. كلام من مجلس النواب يتحدث عن المسودة الأولى، ولكن هذه المجموعة تتحدث عن التوقيع عن المسودة الأولى، هي مجموعة قليلة وليست الغالبية. أن هذا التمديد الذي حدث من قبل مجلس النواب لن يتم الاعتراف به من قبل المجتمع الدولي. أن ألح على أن هذا هو مقترح من الحوار الوطني، وهم ليسوا أعضاء في الحكومة حتى اللحظة، لابد من قبولهم أولا من قبل أعضاء المجلس الرئاسي. I come here to tell you that despite we have been waiting for the GNC كل هذا الوقت الذي كنا ننتظر المؤتمر الوطني، and unfortunately this decision has وللأسف الشديد هذا القرار لم يكن القرار الذي كنا نتوقعه. مرحبا بكم مجددا، نعود للسيد مسعود عضو اللجنة السياسية بالمؤتمر الوطني. وزيرة الدفاع الإيطالية روبريتا بيونوتي قالت لابد من قيام إيطاليا بدور قيادي كما صرحت في الفترة الانتقالية بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا كما قالت. هل يأتي هذا المؤتمر الذي سيعقد في إيطاليا كخطوة أولية في السياق الأمن وغير ذلك؟ هو لعلها محاولات، هي كلها محاولات لكل يريد مصلحته. نحن رأينا الآن كل الدول التي لها في يدها زمام أمور ليبيا تتصارع على مصالحها، ولكن للأسف الشديد هم لم يراعوا مصالح الشعب الليبي، فعليهم أن يأخذوا عبرة من التاريخ. كل من وقف ضد الشعب الليبي أتى ويوم الأيام وندم فأنا أستغرب يعني لماذا هذه الأمور، لماذا هم الآن لا يريدوا للشعب الليبي أن يستريح ولا يريدوا خوفا من الإرهاب، وهو الإرهاب يضرب في 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 فرنسا وفي أمريكا وفي كل مكان. يعني إذن أنت الآن تزيد هذا الإرهاب، إرهاب هذا الإرهاب من أين أتى؟ يعني لا نبرر الإرهاب، نحن ندين الإرهاب، ندين كل التصرفات التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى ولا ترضي المنطق ولا العقل، ولكن نحن نقول أرفعوا أيديكم عن الشعوب، اتركوا الشعوب. يعني أنت تصور تتعامل مع إنسان حر أفضل لك من تتعامل مع إنسان مستعبد ومكبل، يوم أن يطلق صراحة لن يرحمك. وشوف رأينا ما حدث، القدافي حاكم الشعب الليبي أكثر من 40 سنة بالحديد والنار وبالظلم وبكل أنواع التعسف، فإذا يوم أن وجدوا الشباب في فرصة شفت شن صار فيه. نعم طيب نعود للدكتور فؤاد. دكتور فؤاد، هناك تسريبات خرجت في الأيام الماضية تتكلم عن زيارة الأحد الماضية تحديدا التي كانت لكوبلر مع المستشار الإيطالي الذي ذكرته لك قبل الفاصل السيد باولو، تتكلم بأنهم يعني أخبروا السيد عقيلة صالح بأن دور حفتر سيكون في الفترة القابلة تحديدا لإعادة تشكيل الجيش الليبي ولن يتقلد أي مناصب، من ثم نفت البعثة الأممية هذه التسريبات. تعليقك على هذه التضاربات في التسريبات؟ هو كما هو شوف البعثة الأممية يعني كوبلر والسيرة ليسوا أغبياء، يعني
هم يعلمون جيدا أن أي إشارة إلى حسب في أي اتفاق سواء إيجابا أو سلبا معناها موت الاتفاق. يعني سواء قالوا أن حفتر لن يبقى على الساحة فهذا يعني أن البرلمان لن يقبل بهذا، وإن قالوا أن حفتر سيخرج سيبقى على الساحة فهذا يعني أن المؤتمر يعني أن يكون الموضوع والملف الأمني مبهم. هل هذا شيء متعمد برأيك؟ لا هو مش مبهم، هم تركيزهم الكبير يعني هو على حماية الحكومة في طرابلس. بالنسبة لحفتر والقيادات التي نصبها البرلمان، هو هناك مشكل طبعا، لأن المسودة المادة الثامنة الشهيرة من المسودة اللي رفضها بيان فزان يمكنها بسهولة إخراج حفتر من المشهد. نعم، لو كان في شخص واحد فقط في المجلس الرئاسي غير موافق على حفتر فهذا يعني أن حفتر سيخرج من المشهد. ولذلك بيان فزان يعني هم قارين كويس المسودة. نعم. بيان فزان أعلن صراحة أنه لن يعطي الثقة للحكومة إلا بعد أن تنظر في المادة رقم 8، والمادة رقم 8 هي تخرج حفتر من المشهد. هم يعلمون ذلك الإيطاليين وكوبلر وباولو سيرا، يريدون فقط إبعاده بطريقة قد تكون دبلوماسية إلى حد ما. يعني أنا لا أعتقد حقيقة أنه يمكن إبعاده بهذه الطريقة، لأن البرلمان لم يوقع على شيء فيه إخراج لحفتر من المشهد. طيب واصل الفكرة، واصل. لا أريد فقط أن أعود نقطة إلى الوراء. أريد أن أعلمك بما قاله الرئيس الوزراء الإيطالي الرئيس الفرنسي. كما نعلم إيطاليا لا تشارك في الضربات الجوية في سوريا. الوزير الرئيس الوزراء الإيطالي قال لهولندا هكذا يعني إن ليبيا بالنسبة لنا أولوية، وإيجاد حل سلمي دبلوماسي للمشكلة في ليبيا ستكون فعالة في الحرب على الإرهاب أكثر من أي طلعة جوية. هذا ما يسعى إليه الإيطاليون، هذا ما أخرجته الصحافة الإيطالية في يومين الماضيين عن لقاء رينسي وهولندا في باريس الأسبوع الماضي. طيب قبل يعني أن نتجاوز هذه النقطة، تكلمنا عن السيد يعني سيرا المكلف بالملف الأمني والاستقرار في ليبيا من قبل البعثة الأممية، صرح صراحة بأنه الآن يسعى لإيجاد خطة أو تعديل خطة لحماية حكومة الوفاق التي سوف تكون في العاصمة وتأمين العاصمة عموما. نرأي هذه الخطة، ما تعليقك؟ هي هذه نفسها مشكلة، يعني التركيز كله على حماية العاصمة وحماية الحكومة. يعني نحن نعلم جميعا أن طرابلس ما فيهاش أزمات أمنية حقيقية، يعني في بعض العصابات يعني ما فيهاش مشاكل سياسية، كل ما موجود هو جرائم يومية أو شيء من نوع من هذا القبيل. ولكن عدم استقرار سياسي، بالعكس طرابلس قد تعتبر يعني هي أكثر المدن الليبية استقرارا من ناحية الأمنية، فلماذا التركيز على طرابلس؟ لماذا برأيك؟ لماذا؟ وذلك لحماية الحكومة، يعني لأن يريدون حكومة تتحرك وتفعل ما تريد في طرابلس بعيدا عن أي تأثيرات من هم موجودون في طرابلس، هذا ما يريدونه هم. ولكن طبعا هذا مقلق جدا، لأن مشكلتنا الحقيقية ليست في طرابلس، المشكلة سواء غرب طرابلس، المشاكل الأمنية الحقيقية هي غرب طرابلس، أو في الأهم طبعا من كل شيء هو بنغازي. نعم. لا توجد إلى الآن أي حلول واقعية، لم تقدم. نعم. طيب أي مبادرة لحل أزمة بنغازي. طيب. وهي الأزمة الرئيسية يعني. طيب. وهذا مقلق. طيب عند هذه النقطة نتوقف عن أزمة بنغازي، ولا يوجد يعني تناول حقيقي لهذه الأزمة وحلحلة هذه الأزمة. أعود إلى السيد مسعود. سيد مسعود، كلجنة سياسية الآن رأينا اتفاق مبدئي بين أعضاء من المؤتمر الوطني العام وأعضاء من البرلمان. هذا الاتفاق ينص إلى العودة إلى الدستور الملكي وللخروج من الأزمة عموما. برأيك هل هناك يعني أطراف تريد يعني إجهاض هذا الاتفاق وهذا الحوار؟ ماذا برأيك؟ أنا لا أعتقد أن هناك أحد لا في البرلمان ولا في المؤتمر يريد أن يجهض أن يلتقي الليبيين مع بعضهم البعض، ولكن هناك من هو خارج المؤتمر وخارج البرلمان
يريد أن يجد من يدعم في داخل المؤتمر وداخل البرلمان. يا أخي الأمم المتحدة قالت حوار بقيادة ليبية، يعني معناها حوار ليبي ليبي. الليبيون خرجوا بعد خرجت آخر مسودة سواء في المنطقة الشرقية سواء في المنطقة الجنوبية سواء في المنطقة الغربية، خرج الجميع قال نحن لا نريد هذه المسودة لأن هذه مفروضة من ليون ومن وراء ليون، نريد حوار ليبي ليبي. فإذا خرج ها هو الحوار الليبي الليبي، وها هي نتائج الآن. أين أنت؟ لماذا تعارض أنت الآن؟ أنت تريد حوار ليبي ليبي، ها هو اجتمع الليبي. يعني صحيح واستغرب الجميع تفاجأ. طيب بالنسبة للحوار الليبي الليبي سيدي الكريم، هنا ذكرت الأمم المتحدة وما ينص عليه يعني بيان قرار مجلس الأمن، قرار مجلس الأمن الذي ينص بأن القيادة الليبية فعلا البعثة لم تعارض ذلك، وقالوا صراحة إن يعني لقي هذا الحوار وهذا الاتفاق المبدئي قبولا من عموم الشعب الليبي ومن النخب السياسية، وهناك توافق سوف تدعم البعثة مثل هذا. لكن من المستغرب يعني هناك مجموعة من التعليقات على هذا الاتفاق المبدئي رافضة لهذا الحوار ولهذا الوفاق عموما، رافضة لهذا الوفاق عموما سيدي الكريم، ويعني برروا بأن هذا الاتفاق ليس له جدوى وغير ذلك. ومن المستغرب بأن هذه الأطراف أيضا كانت تصف المؤتمر بالمتعنت في الحوار، فليخرج الذين خرجوا في العلن ورفضوا الاتفاق الليبي الليبي. هؤلاء الناس حقيقة لا يمثلوا الشعب الليبي، لا يمثلوا. من خرج عدد بسيط جدا، حتى ولو خرجوا أعضاء من النواب أو لا أعتقد أن في حد من أعضاء المؤتمر خرج قال أنا أرفض الحوار الليبي، أنا لم أسمع بهذا فقط لحد الآن حقيقة. لا، حتى إذا خرج حد عنده تحفظات وعنده تخوفات. نحن قلنا هناك ستكون هناك لجنة من 5 من هنا و5 من هنا، لجنة للقانونية بحيث تصيغ الدستور على ما يتماشى مع الآن. إذا هي ستبدد كل المخاوف. نعم نحن نعلم أن هناك تخوفات، نعم أن هناك لأن كانت انعدمت ما بين الثقة، نعم نحن نعرف هذا الكلام. لماذا نحن كنا مصرين على أن يكون هناك توازن تشريعي؟ نعم، لكي لا يتغول طرف على طرف. نعم، ها هو أتى الآن التوازن التشريعي. نعم، فلنجلس مع بعضنا البعض ونرى أين هو الخلل. من عنده تخوف فليأتي بتخوفه وبإذن الله ستحل هذه التخوفات. طيب أعود لدكتور فؤاد. دكتور فؤاد، هناك اجتماع مرتقب بين خارجية روسيا وأيضا الخارجية الإيطالية في الأيام القادمة، هل لروسيا دور في هذا المؤتمر المرتقب وتبحث عن دور مؤثر في ليبيا برأيك؟ لا طبعا، هي بعيدة عن الموضوع الليبي، ولكن هي المفاوضات أكثر على سوريا يعني. نعم، محاولات سياسية من سوريا وليبيا وأشياء من هذا القبيل، ولكن في الحقيقة إلى الآن يعني سوريا بعيدة بالبعد عن الملف الليبي استراتيجيا وسياسيا. روسيا سوف تشارك، ولربما الاجتماع يعني قبل المؤتمر بيومين له أبعاد برأيك؟ هي ستشارك، هي طبعا يبقى لا ننسى أن روسيا يعني واحدة من الدول الخمسة في مجلس الأمن، من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، يعني رأيها لابد أن يأخذ رأيها. دولة هي دولة كبيرة، لكن فقط يعني رأينا طلبات سواء من الحكومة التابعة للبرلمان المنحل بالقصف الروسي لمواقع في ليبيا، وهناك طلبات صريحة بالتدخل الروسي في ليبيا. أنا قاعد يعني نأكد على شيء، يعني شيء واحد، يعني الموجودين في طبرق لا يريدون السلام. هذه حقيقة يجب أن يفهمها الليبيين، يعني اللي الموجودين في طبرق لا يريدون السلام. كل البيانات التي خرجت منهم حتى على اتفاق تونس أو اتفاق الصخيرات أو أي اتفاق آخر لا يبشر بأي خير صراحة. عندما يطالبون بأن اعتبار الحرب، اليوم فقط صدر بيان عن بعض النواب هناك في طبرق يقولون أن يجب اعتبار الحرب في بنغازي هي حرب على الإطلاق. يعني من هذه النقطة فقط كافية لنسف أي اتفاق بين الفصائل المختلفة. هل يريدوننا أن نعتبر أن ثوار بنغازي الذين حاربوا معمر هم إرهابيين
بغض النظر عن وجود داعش او عدم وجود داعش. نعم. طيب بما انك ذكرت المنطقة الشرقية ومن يعني يؤجج الصراع في المنطقة الشرقية عموما، المؤتمر الان سوف ينعقد ويجتمع فيه اغلب الدول الكبيرة التي لها تأثير لربما في يعني الوضع سواء في ليبيا او سوريا عموما. هنا السؤال لك، كيف سوف يتعامل مثل هذا المؤتمر مع من يؤجج الصراع او لا يريد ان يلتفت لاي اتفاق سياسي للخروج من الأزمة؟ هو ستكون هناك ضغوط سياسية لا أكثر، يعني ستكون هناك، وهذه يعني أحد أهداف هذا المؤتمر هو الضغط على بعض الدول لتقليل مشاركتها أو تأثيرها في الملف الليبي. هم يتحدثون دائما يعني على 4 دول، مصر والإمارات وتركيا وقطر. نعم. يحبون دائما الحديث عن هذه الدول، يريدون أن هذه الدول تخرج تماما من الملف. يعني ترى بان هناك ضغط سوف يحدث على هذه الدول التي تدعم بالاسلحه وعلى راسها الامارات لربما. هو في الحقيقه على راسها اكثر، الحديث العلني يعني عن مصر اكثر من الامارات. لماذا؟ هم يعتبرون ان الداعم الاساسي لحفتر هو مصر. نعم. وان السلاح ياتي لحفتر عن طريق، ولكن حفتر. المال عموما ياتي من دوله الامارات سيد إيه فؤاد. هذا نعلمه نحن، ولكن هذا يعني نتحدث بس عن الكلام اللي يقولوا فيه علنا يعني. نعم. وراء الكواليس اكيد هم يناقشوا حتى دول الامارات، وما ذكروا الامارات وذكروا انها يعني حتى العدوان الاماراتي على ليبيا تم ذكره، ولكن التركيز اكثر في العلن، واقول في العلن، هو على الدور المصري، لان يرون ان التدخل المصري هو التدخل المباشر، الدعم العسكري المباشر لأحد طرفين النزاع. لعلي يختم معك بهذا السؤال يعني سيد فؤاد، هذه الدول التي تسمى بالدول العظمى والمؤثرة، هل يعقل بأنها لا تستطيع إيقاف الإمارات أو فقط تصريحات وتنديدات وغير ذلك؟ سيدي الحمد لله احنا في عصر اليوتيوب والإنترنت، يعني ما على أي أحد إلا أن يفتح الإنترنت ويشاهد الفيديوهات التي خرجت من قادة الكيان، من قادة إسرائيل عن ثورات الربيع العربي. ما تقوم به الإمارات في الحقيقة هو لا تقوم به عن نفسها، يعني هي فقط تقوم بما تريده إسرائيل في المنطقة من إجهال دول الربيع العربي. يعني هيك بلغة عامية، ما تضربش الكلب لين تعرف تكون صاحبه. هذا ما يحدث، يعني إن لو نعطي الإمارات دور أكبر من دورها فهذا كذب. يعني الإمارات تقوم بالدور الإسرائيلي في ليبيا، وقد قال أحد المحللين الأمريكيين سابقا، نجحنا في زرع كيان إسرائيلي جديد في المنطقة ناطق باللغة العربية. هذه هي الإمارات لا أكثر ولا أقل، وكل ما تفعله هو في نعم نعم نعم. ابقى معي سيدي الكريم، أعود إليك وعذرا على الإطالة. هناك لجنة سياسية أيضا، سؤالي سوف يتوجه للجنة السياسية، هل يعني تسعى اللجنة السياسية لإيجاد أرضية حقيقية حتى مع الدول التي ربما تدخلت في ليبيا بشكل سافر وتريد إجهاض الثورة؟ هل هناك يعني ملفات جاهزة لتسوية الوضع مع هذه الدول؟ نحن أخي الكريم نمد أيدينا إلى الجميع، كل ما من شأنه أن يوفر الأمن للشعب الليبي ويخرج الشعب الليبي من هذه المحنة ويجعلنا نعيش مثل أي شعب من الشعوب الأخرى. يا أخي كل ما نريده نحن، نريد أن نعيش، شعبنا يريد أن يعيش كالآخرين. يا أخي نحن نمتلك من الثروات ومن الخيرات ومن الموارد الطبيعية ما يكفي لإعاشة قارة كاملة كأوروبا وغيرها. يا أخي نحن نريد أن نعيش، هذا ما نريده، شعبنا يريد أن يعيش. فإذا نحن لا يهمنا أيا كان. نعم في طيب بما أنك تكلمت عن المعيشة. نعم. وعن الوضع العام، لربما اليوم تكلمنا عن إيطاليا ومؤتمر إيطاليا، والكل يعرف بأن إيطاليا وضعها خاص، إيطاليا منتفعة بالجانب الغربي وتحديدا بكل صراحة بالمناطق التي يسيطر عليها المؤتمر الوطني. هل حاولتم كلجنة سياسية الضغوط بالنسبة لهذا الملف؟ الغاز يذهب عن طريق يعني المنطقة الغربية لإيطاليا مباشرة مثلا للضغط في هذا المؤتمر، يعني نريد الصورة أن تصل للمشاهد. لديكم ملفات قوية للضغط، هل تستعملونها أم لا؟ نحن نضغط ونستخدم ونتواصل. كيف؟ نتواصل مع الجميع، ولكنهم لا يريدون الخروج في الإعلام. نعم. هم يرفضون أن يخرجوا في الإعلام، هذا هو، هكذا هو عملهم، يعملوا تحت الطاولة ولكن لا يريد أن يخرج، أن يكون فوق الطاولة. ولكن مع هذا كله نحن لن نتوقف، ولم نتوقف فيما سبق، لازلنا نتواصل مع الجميع. كل ما من شأنه كما ذكرت لك يحقق أمن الشعب الليبي، نحن نتواصل معه.
وأول من الآن مادين يدينا إليهم، ورأيتم النتائج، وأنا كنت من أوائل الناس الذين اجتمعوا مع أعضاء البرلمان في تونس، لعلكم تذكرون ذلك. نعم. اجتمعنا، وكان أحد الذين اجتمعنا به وهو نائب رئيس البرلمان اللي هو السيد حومة، وكان اجتماعا إيجابيا جدا، وكان فعلا يبحث عن السلام في ليبيا ويريد أن يشارك. نعم. في صنع السلام في ليبيا. نعم. فلهذا السبب قلت لك لا يوجد أحد لا في هذا الطرف ولا في هذا الطرف. هناك ربما بشريات للمواطن بأن هناك فعلا من يسعى لإيجاد السلام الحقيقي. بالتأكيد. ولكن. نعم. ولكن هناك نقطة لابد أن يفهمها الجميع. نعم. لن يأتي سلام من غير ما أن يدعم من الناس، على. نعم. الناس أن تدعم. أنتم رأيتم هذا الاتفاق الذي حدث الآن في تونس، هذا الاتفاق ما لم يدعم بالبيانات. إذا هذه الاتفاقات تحتاج إلى دعم سواء من عامة الناس أو من النخب الليبية. لابد طيب أن يدعم بالبيانات. لحظة. نعم. بيانات، مظاهرات، لابد الناس أن تخرج عن طريق التواصل الاجتماعي، لابد أن تظهروا دعمكم لهذا الأمر. طيب هذه دعوة لعموم الناس. نعم. لإيجاد الاستقرار. لن يعني يأتي هكذا التحلي بالإيجابية. أنتقل للدكتور فؤاد سريعا في دقيقة. دكتور فؤاد، الآن ما الذي يجب سواء على الخارجية بقيادة بوزعكوك الآن أو على اللجنة السياسية بالمؤتمر الوطني للتعاطي مع مؤتمر روما في دقيقة سيد فؤاد؟ هو طبعا انا من مشجعين التعاطي تماما مع مبادره الامم المتحده، يعني كما قلت، يعني الخروج لمظهر الرافض للسلام لم يقبله الشارع الليبي والشارع الناس، طبعا لا تفهم كل التفاصيل. يمكن ايجاد حل حتى عن طريق الامم المتحده، لا يعني لان هناك. نعم. اطراف، طبعا الطرف الثاني يرفض الحوار، على الاقل قبولنا بالمبادرات سيؤدي طبعا الى ان الطرف الثاني سيرفضها من الاول، يعني لانه هم رافضين اي مساس بالمؤسسة. شكرا. شكرا دكتور محمد فؤاد المحلل السياسي، وحاولنا الاتصال مع السيد الياس الباروني ولم نتمكن من ذلك، وأيضا شكرا للأستاذ مسعود البغدادي وهو عضو بالمؤتمر الوطني العام وأيضا عضو باللجنة السياسية للمؤتمر الوطني العام. شكرا لك سيد مسعود، وأيضا نشكر كل من تابعنا في هذه الحلقة، وأيضا بإمكانكم أن تتابعونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تظهر على الشاشة تباعا. تقبلوا مني أمين الهاشمي وفريق العمل أطيب التحايا، والسلام عليكم ورحمة الله.